Skoczam do robaka. Skoczam tam i skoczam. السلام عليكم. بانت لي هاد 100,000 تعطلات واحد شويه. تخيل معايا, غير تخيل معايا وصافي. وصلنا ل 90,000 تقريبا غير في شهر ونص, وغير وصلنا لديك 90,000 سبحان الله السلاح فات. بحال قلتي 100,000 ما حملناش وقيله, او والله لا وصلتي ليا. ما تحلفيش 100,000, ما تحلفيش. وكنت كنتسنى زعما 100,000 باش ندخل عليكم بنيفو جديد وبستيل جديد وبستيل واعر ونسخه مطوره من المحتوى اللي كندير. ولكن قلت مع راسي لاش كنتسنى 100,000 وانا اصلا قربت ليها. من دابا ارى لي داك الشليمو وشوط لي البشر. داكشي علاش في هذا الفيديو هذا كنبغي نرحب بكم في ستيل جديد ديال سماتش. زعما بدلتي ستيل زعما راك واعر. اسكت البراوش اللي ولدك. المهم الا بغيتونا نبقاو في هذا النيفو هذا ونزيدو نطلعو النيفو مازال, خاصني ضروري نشوف التفاعل. الا ما كانش التفاعل كيفاش بغيتوني نطلع النيفو؟ ولكن ملي غنشوف التفاعل غنزيد نتشجع. الفيديو ديالنا اليوم بعنوان توضيح الامور بخصوص هاتف الشكح وكومبا بينه وبين المناجر منعيم بتنظيم لانجري. واش هذا عنوان ولا خطاب دستوري؟ واش كتسحب راسك في جريده الصباح؟ العنوان فيه 6 متر في الطول, باش تكملو خصك 3 القراعي ديال الماء. ودابا انا شحفت وقال لك توضيح الامور ودير فيديو فيه 17 دقيقه. 17 دقيقه كامله يا اخي. العثماني وما كيوضحش الامور في 17 دقيقه. العالم كامل وما كيوضحش الامور في 17 دقيقه. وقال لك توضيح الامور, امور كلها راك وضحتها في العنوان. وهنا كيبان لينا باللي الملولي طلع مكلخ اكثر من اللي كنت كنتصور. طلع مكلخ اكثر من القرد. القرد هذا اصلا حمار كيطلع يتخبى في الشجر باش ما ياكلوش السبع. في الاخر كتصدق واكلها اناكوندا. ولكن الملولي طلع مكلخ اكثر منه. لا ما تجبدش قروده, القروده ذكيين وزوينين وكياكلوا البنات. ناري هاد البروش هذا, حمقني هاد النهار هذا. الفيديو ديالنا بحضور اكبر ملائكه, بغيت نقول اكبر الشياطين على وجه الارض. معنا الاسطوره اللي ما عرفتش واش كيخليه بالجوع ولا ما عندوش الجهاز الهضمي. المهم هذا هو الشكح اللي ما عرفناش اصلا علاش مشهور وشنو الدور ديالو في السوشيال ميديا, اشنو المحتوى اللي كيقدم هاد السيد. انا هو الشكح. راه عرفناك انت هو الشكح, ولكن شنو المحتوى اللي كتقدم؟ المحتوى ديالي هو انا الشكح. وليني حمار هذا. ولكن ماشي مشكل, ندوزو هاد خونا هذا باش ندوزو اللي حداه. المهم هذا هو, ما فهمتش الملولي جايب لينا بنادم ما كنعرفوش اش كيدير. جايب لينا شي وحدين ما عرفناش شنو الدور ديالهم بالضبط. وشوف سبحان الله, هاد خونا ما عندوش المعده, وهذا اللي جالس حداه عنده معده فيها 6 ديال المعدات. هذا تحط ليه قصريه ديال الكسكسو ياكلها دفعه واحده, وحزاق كبير كيحزق 24 ساعه على 24. ناري ناري مسخوط, واكل 8 ديال البيضات. هادشي علاش كيبان لكم المناجر, المناجر مقلوب مسكين. هو راه مقلوب غير بريحه الحزاق. كيفاش انا ما نحزقش يا الخاوه؟ ناري مصيبه هادي. المهم كما كتشوفوا الاخوان شكرا في ستوريات, كنا كنهضروا كنقول لكم شنو طرا بالتفاصيل. انايا تقلقت على حاجه وحده, هشام ما قلبش معايا التليفون. لا بس شوف, قلبت معاك. ها هو هذا المنعم كان هذا ما يدخلليش حق هادو. واخا واخا سير هاد الشاب شوف بلاتي دابا, بلاتي. المناجر هو داك النوع اللي كيتريني شهر وكيبغي يتشهر. تدوي مع المناجر دابا يديرك في نص خبزه. وخونا مغمض عينيه ومركز, بان ليا ما عرفتوش علاش مركز. كيوجد باش يخرج افضل ما عنده في الحزاق. الله اكبر الله اكبر, شهدوا ان لا اله الا الله. خلي خلينا نجيو الموضوع ديالكم بلاتي دابا, خليكم تمشيو. واخا هادو كيبانوا لي بجوج سكرانين شاربين ديك البيره ديال الزرع, ديك البيره اللي ما كتعرفهاش واش بيره ولا نادر ديال التبن. سماتشر 18 سنه كيحسب ليه البيره هي الماد البير. وهاد خونا كيبان لي ناوي على شي حاجه. الله يرحم لك الوالدين, ما ديرهاش. الله يرحم لك الوالدين. دارها مسخوط, دارها مسخوط الوالدين, دارها. حنا نهضروا بنوضحوا للبيبليك. البيبليك كيتساءل, خاصو يعرف شنو كاين. شحال قلب لنا المده ثلث ساعه؟ يكون ثلث ساعه حاضر, يكون ثلث ساعه معنا نزار. واخا ديك اللقطه جاني الطاري ما بقيتش كنعقل على والو. التليفون ما عرفتش كيفاش كيدير. وانت كنت كتستوري بهم. تهدنا المناجر, تهدنا واحد شويه, تهدنا. راه تبان لي كدور في الزنقه نجي نشبع في كاس رفيق. تهدنا صاحبي, حيت الا ما تهدنتيش هاد خونا غيحزق علينا كاملين. ولكن الحمد لله هاد المره ما دارهاش. والله ما عرفتش غنقول لك. خلينا الكلوديو, خلينا الكلوديو, خلينا الكلوديو. خلينا نهضر معاه صاحبي شويه, تحمقوا لنا في هذا الفيديو هذا. غندير فيديو بيبليك يعرف. المهم الخوت, هو دابا عطوني عقلكم. الشكح كان شاد تليفونه كيستوريني. ها هو يكذبني, هو كان كيدير ستوريات. كندير ستوريات واحد اللقطه مديتي كيهز الكاميرا التليفون ما عرفش يمشى.
شكون خاصو يقول لك فين مشى التليفون؟ واحد لزيرو وسماتشر يسدد بالصحة والراحة. يلا نوض تشلل مع راسك، انت ما مربيش كتخسر الهضرة. انا هو مول الفيديو، انا اللي عندي الحق نهضر، انت سكتي. المناجر حاليا تقول لي سلام يجي يسلخك ادوميسيل، صيفط لي غير لوكاليزاسيون يوصلك قبل من ليفرور ديال جوميا. نديرو لهم واحد شويه ديال التبيع ديال العجل. لا لا صاحبي هو ما قال لك والو، جبدو هو ما تجبدش ليه مو صاحبي. اش دارت لك مو؟ لا اخويا الوالدين خليهم عليك في الثقه. فيديو باش نوضح الامور للناس، ولكن جات الصدفه جات الصدفه ياك. هضرنا قلنا على اساس باش نفريوا لكم التوبيات. ديروا كومبات، ديروا كومبات التوبيات، ديروا لا كومبا ماشي. اقسم بالله غادي قدام صاحبي اسكت هذيك الهضره ديالك. اقسم بالله شي سقطه ما تضر راسك. اسكت 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 اسكو دابا. شي كيعيب في شي، كل واحد كيعيب في الاخر. اشوف انت داير بحال قلم الرصاص، اشوف انت داير بحال قلم الرصاص. لا راه هو قال لك انت داير بحال قلم الرصاص، انت خصك تقول لي شي حاجه جديده، جيب شي حاجه جديده. شوف انت داير بحال قلم الرصاص. وليني مصيبه هادي، واش ما عرفتيش شنو غتقول ليه؟ انا غنقول لك شنو غتقول ليه. قول لي انت داير بحال بلارج، شوف انت داير بحال قلم الرصاص. تدا مالو مع قلم الرصاص؟ وبجوجهم كيعيبوا في بعضياتهم، وبجوجهم نيت الا عبرتيهم في الميزان ما يكملوا لك حتى نص كيلو. وهاد خونا غير حشم موالف كيحزق عليهم، هاد المره غيحيد عليهم السبرديله. عنده واحد الرجلين، يا سلام الا مشيتي حتى شميتيهم غتولي تصوم رمضان مع النورفيج. شويه اسكت اسكت لا 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 قصب البلاصه ضيقه دي بلاصه صعبه تقدر بلا حتى هو اشي هذا الشكا اشي جلست الشكا ولا صافا نضربك بالله. شو هاي قصب اشي صاحبي اشي جلست صاحبي اجي لهنا جلست صاحبي. حزق حزق اخويا دغيا حزق. وبجوجهم ما عندهم لا صحه لا والو، والسيد حكموا غير بيد وحده وجلسوا بيد وحده وقال لك باغي يدير كومبا. هو اصلا ما تيقولش ليه كومبا، تيقول ليه كومبا كومبا كوم. ما بغاش دبر راسو هذا. بعدا راه جلسوا بيد وحده، اما هذا راه جلسوا غير بثلاثه الصبعان وقال لك حتى هو باغي يدير الكومبا. ديما تكون على 30000 درهم يلاه هي مزيان. وما خوت اول نزري قال لك يدير الكومبا واللي يربح يعطي جائزه نقديه ديال 30000 درهم. غتلعبو 30000 درهم بلاد كيطير في بطل المغرب ما كيديرش وما كترينيوش كاع. انت لا هو غتدير 30000 درهم. وانا عاوتاني غادي نفرجكم اللي خوف كومبا الروج الاول ما شوف شوف دابا الدراري ديال بصح. اقسم لك بالله اخويا المناجر الا من حقك تضحك، ولا بغيتي حتى انا غنضحك معاك. اه 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 زعما الضحكه الصفراء، والضحكه الصفراء راه هي اللي دايره تخونا هذا. وهادو هما الشوفات اللي كدير فيك الغوريلا قبل ما تاكلك. تبارك الله الناس عندهم كرش وانت عندك ايرباك. ايرباك يا صاحبي. والواعره قال لك هذا غيجيبوا لك الراوند الاول. واش في خبارك بلي اول مره كنشوف شي واحد راسو كبر من الجسم ديالو؟ سبحان الله راسو خارج من اللور بحال دوك التلفازات القدام. الحشومه ما تنمرش عليه. اسكتي لامك. المهم هنا كنوصلوا لدوك اللحظات الحزينه اللي كنتفارق معاكم فيها، وكنكون وصلنا للاخر ديال الفيديو. ولكن اهم حاجه اهم حاجه صاحبي بارطاجي لي الفيديو، شدك الفيديو شعل فيه العافيه، ويلا بان لي التفاعل هو هذاك راه غتشوفوا شي حاجه الهربه من هنا لقدام. يلا حيد بحالاتك صافي، ما بقى عندك ما يدير، حيد بحالاتك.